طيب أستاذ أبو درقة، محتويات كثيرة في شقة سي عبد الرحمن وسيدة هيلين من بينها العديد من الوثائق، هل لديك فكرة عن طبيعة هذه الوثائق؟ ايه كان على هذه الفكره، لان انا كنت اشتغل مع السي عبد الرحمن في حفل المذكرات ديالو، ومن ضمن الوصيه ديالو ايضا انه كل المسائل اللي موجوده في الشقه ديالو من اثاث ومن الاوسمه ومن هدايا ومن لوحات فنيه وغيرها ومن الكتب، هذيك تبقى للمتاحف. ولكن كل ما يتعلق بالوثائق التاريخيه اللي يمكن تفيد المؤرخين وتفيد الباحثين، فخلى أنها تمشي للأرشيف المغرب، المملكة المغربية هي اللي غادي تولى.